الفيديو ديال المعلم اللي يسلخ التلميذه بطريقه هستيرية، وقبل منه الفيديو ديال تلميذ تيسلخ الاستاذ ديالو بطريقه وحشيه، وكل شيء بقى فيه الحال، وكنا ضربنا اليد على اليد على هذه الحاله اللي تيتعرض لها التعليم في هذه البلاد. الدمار الشامل اللي حصل في هذا القطاع ولا على عينيك بن عدي. حتى شي مسؤول عندنا ما تيهضر على كوارث القطاع، المسؤولين اللي عندنا حادقين غير في الوصف ديال المداويخ، هذا الشيء حادقين فيه. اما العدد اللي تيخلع ديال المؤسسات اللي كتهبط الريضو بالعلالي سنويا وتتشتت التلاميذ بين المؤسسات تتشهد اصلا الاكتظاظ، هذا الشيء ضارب على الطم. كل شيء متواطئ على التعليم في هذه البلاد، حكومه ومسؤولين وحنا، وحتى واحد ما باغي يتصنت للانذارات اللي تلقات مؤسسات دوليه حول الموت السريري للتعليم. وحنا حيانا الله حتى ولينا مكلاسين ورد جيبوتي وقطاع غزه من حيث جوده الخدمات التعليميه، وهذه غير البدايه ومازال